أفلا يحق لي امتلاك الزهو والفخر الأتم؟ أوليس يكفي أن هذا المعجز الفذ ابن عم لمحمد تأوي المعالي خاضعات ترتجي أن تستزيد وجاهة ومكانة كيفا وكم؟ لمحمد صنع العجيب المتقن المتفرد إنجازه سعد البلاد وللعدا هم وغم. لمحمد حب الأنام وحقدها وذهولها ويقينها بمقاله إن قاله تالله تم. يا آخذ المجد التليد إلى البعيد بطوعه أثخنت حسادا بجرح لا يطيب ولا يلم. حولتهم لردود فعل شاخصين عيونهم مترقبين مراقبين هنا حكى وهناك لم. لله درك كم ألوف شغلهم في الأرض أن يترصدوا ما قد فعلت ويبدلوا مدحا بذم. حتى أولئك قد سترت بيوتهم وعيالهم رزقا لهم سحقا لهم أردفتهم هما بهم. يا أيها الصعب المهاب جنابه وعقابه لا ليس بأسك يتقى يا أيها الطود الأشم. يا أيها السهل الغزير عطاؤه وسخاؤه قد فاق جودك وارتقى يا أيها الجود الأعم. يا أيها الماضي بنا لغد بهي مشرق عودتنا يا قمة الأمجاد أن نرقى القمم. إنا نحبك قدر كره الكارهين وذلهم ولذا يحق لنا امتلاك الزهو والفخر الأدم. أفلا يحق لي امتلاك الزهو والفخر الأتم؟ وليس يكفي أن هذا المعجز الفذ ابن عم لمحمد تأوي المعالي خاضعات ترتجي أن تستزيد وجاهة ومكانة كيفا وكم؟ أفلا يحق لي امتلاك الزهو والفخر الأتم؟ أوليس يكفي أن هذا المعجز الفتى ابن عم لمحمد تأوي المعالي خاضعات ترتجي أن تستزيد وجاهة ومكانة كيفا وكم؟ لمحمد صنع العجيب المتقن المتفرد إنجازه سعد البلاد وللعدا أثخنت حبسة بجرح لا يطيب ولا يلم. حولتهم لردود فعل شاخصين عيونهم مترقبين مراقبين هنا حكى وهناك لم. أفلا يحق لي امتلاك السهو والفخر الأتم؟ لهم
أردفتهم هما بهم. يا أيها صعب المهاب جلابه وعقابه، لا ليس بأسك يتبع. يا أيها طود الأشم، يا أيها سهل الغزير عطاؤه وسخاؤه، قد فاق جودك وارتفع. يا أيها الجود الأعم، يا أيها الماضي بنا لغد بهي مشرق عودتنا، يا قمة الأمجاد أن نرقى القمم. قدر كره الكارهين وغلهم، ولذا يحق لنا امتلاك السهو والفخر الأتم. أفلا يحق، أفلا يحق لي امتلاك السهو والفخر الأتم، وليس يكفي أن هذا المعجز الفذ ابن عم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كرة على قناة خليجية، في موعدكم اليوم الذي نناقش في أحداث الكرة السعودية. نبدأ بأولها. ديربي القصيم أصفر والتعاون يصعد للثالث بثنائية نابت وكاكو. الاتحاد يتعادل مع ضمك في المحالة، والوحدة ينعش آمال البقاء بنقاط الفتح. الدوري الأغلى منافسة محتدمة في القمة والقاع. الرابع والعشرين من ديسمبر موعد انطلاق البطولة الخارجية الخامسة والعشرين. هذه عناوين الحلقة. اسمحوا لي في البداية نرحب بضيفينا الكرام. لسويد بنايف، هلا وسهلا فيك، كل عام وانت بخير. وانت بصحة وسلامة، ويا هلا ويا مرحبا فيك وفي الأخوة المشاهدين. ومناسبة أني أبارك لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد والأسرة المالكة والشعب السعودي كافة بالعيد، وعسى الله يعيدها علينا أياما مديدة بكل خير وسعادة. وارضوا أني شعب الإماراتي والأخ الغالي أبو عبد الله بالعيد الفطر المبارك، وجميع الزملاء وجميع أسرة كرة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا عايض مبخوت. يا رجل قربت تنسى شكلك. أنا كل عام وانت بخير، من العايدين مشتاقين لك يا أخي، معقول كذا؟ الله مساء الخير بوجود، كل عام وانت بخير والعزيز أبو نايف. وطبعا المناسبة هذه يعني سعيدة على المسلمين جميعا، وفرصة أن نهنى قائد الأمة الإسلامية خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين بمناسبة عيد الفطر المبارك. نهنى الشعب السعودي، نهنى المتابعين، أهنى أنا شخصيا شعب دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد وولي العهد الشيخ محمد بن زايد. إن شاء الله أن يعيد هذه المناسبة أعوام مديدة بإذن الله على أمتنا العربية والإسلامية، ونحن في حال أفضل بإذن الله. أبو عبد الله، في أشياء كثير أبي أخذ رأيك فيها بأثر رجعي، بحكم أن احنا ما شفناك في رمضان كله، وفي مواضيع كثير انطرحت. نعم. وأشياء كثير انقالت في البرنامج. نعم. ويعني أنت. نعم. ملزم أنك تعطينا رأيك فيها حتى لو كانت بأثر رجعي. اليوم نبغى نتكلم عن تكملة الجولة، وبنتكلم عن وضع الدوري والفرق في المقدمة وفي أسفل الترتيب في حالة من حالات تغيير المواقع المستمرة. وبعدين راح نفتح ملف في اليوم كذا خاص، راح نبغى نفتحه لنادي الشباب ونشوف يعني إيش موقف الشباب من الدوري والمنافسة على الدوري، لأنه هو الوحيد اللي كان في مكان
وبعدين راح المكان ثاني بشكل سريع وراح نفتح هذا الملف بالتفصيل. نبدأ الحلقة بتقرير مباراة ديربي القصيم اللي كان بين التعاون والرائد واللي انتهى تعاوني. نشوف التقرير. انتصر التعاون على شقيقه الرائد بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن مباريات الجولة 27 من دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. الشوط الأول شهد أفضلية للسكري، حاول من خلالها سيدريك كاميسي افتتاح التسجيل، لكنه أخفق عند مواجهة عز الدين دوخة. محاولة أخرى عبر عرضية من حسن كادش ورأسية من توامبا تنتهي لخارج المرمى. تغيير مبكر للرائد بخروج ماركو مارين بسبب الإصابة ودخول روني فرنانديز. وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي أجرى مدرب التعاون الصربي نيستور تغييراً اضطرارياً بخروج أحمد عسيري مصاباً ودخول نواف الصبحي. وقبل ذهاب لاعبي الفريقين لاستراحة ما بين الشوطين، يتمكن التعاون من افتتاح التسجيل بعد تمريرة رائعة من كاكو لسمحان النابت الذي يعالجها في الشباك على يسار عز الدين دوخة. في الوقت بدل الضايع يأتي الهدف بعد كرة بعد غفلة من دفاع. مع بداية الشوط الثاني يرتكب عز الدين دوخة خطأ فادحا استثمره البرازيلي كاكو مسجلا الهدف الثاني للسكري. كاكو يسجل ثاني الأهداف. الأخطاء لا تزال يا سادة، الأخطاء لا تزال موجودة يا دوخة. والكرة الماضية كاكو يسجل ثاني الأهداف ختم. يحاول الرائد العودة للقاء وتقليص الفارق، خطأ من خارج الثمانية عشرة ينفذ منصور الحربي والكرة تعتلي العارضة بقليل. يرد التعاون بهجمة خطيرة من ريان الموسى، يقف القائم الأيسر دون دخول الكرة للمرمى ليخلصها بعد ذلك عبدالله الفهد لضربة زاوية. حارس التعاون البرازيلي كاسيو يرتكب خطأ هو الآخر في إبعاد كرة تصل لعبدالله المقرن الذي يضعها بكل إتقان في الشباك الصفراء، هدف تقليص الفارق للرائد. حلوة يا مقرن، رائعة يا مقرن. الكرة الماضية خروج كان من حارس المرمى واستغلال بشكل سليم. الخطأ اللي كان أخطاء الحراس مستمرة في الديربي. حاول الرائد تعديل النتيجة إلا أن جميع الفرص التي تهيأت للفريق لم تستثمر بالشكل المطلوب. ليطلق حكم المباراة محمد الهويش صافرته مولل نهايتها وبلوغ السكري النقطة 47، فيما بقي الرائد على نقاطه 35. وسيلتقي التعاون شقيقه الهلال في المباراة المقبلة في بريدة، بينما سيغادر الرائد للرياض لمواجهة النصر. ألف مبروك للتعاون، هارد لك للرائد. التعاون يعيش أحلى أيامه الفترة الأخيرة ما شاء الله تبارك الله، يعني بس نتائج ممتازة، تصاعد في سلم الترتيب، وصول لنهائي كأس الملك. هذا التعاون لا يشبه تعاون نهاية الموسم الماضي بعد كورونا تحديدا، عشان نحط تحتها كم خط. يعني بنايف شوفوا وجود واضح أن التعاون وصل لمرحلة النضج حتى على مستوى المجموعة. احنا نتكلم على التعاون في فترات سابقة يوصل لمرحلة نضج ومجموعة لاعبين، بعدين يحققون تقريبا بطولة قد حققها، وبعدين يبدأ يصرف لاعبينه باستثمارات بطريقته الخاصة، بعدين يبدأ يبني من جديد ويطلع مرة ثانية الفريق. واضح ان الفريق الآن حتى إداريا اكتسبوا خبرة. اللاعبين الموجودين فيه، اللاعب اللي يدخل مع المجموعة شخصية اللاعب تختلف. احنا شفنا المباراة اليوم، واضح الفرق في الكواليتي بين لاعب الرائد وبين لاعب التعاون، حتى في التكتيكات الهجومية الموجودة. واضح احنا لما نتكلم قبل فترة كيف طريقة اللاعب المحطة،
يوم احنا نتكلم على توامبا. الهدف اليوم اللي تسجل نموذج للتوامبا طول الموسم. توامبا دخله بين زحمه بس ثبت الكوره، لديه القدره ان يثبت الكوره، ظهره دائم للباب، يروضها الكاكو اللاعب المكسب نادي التعاون. كاكو عاد يبدا مهندس، يبدا يخطط الهجمه وين تروح له. واحدة من الأهداف اللي طلع صلحها لسميحان الناتب النابت، واحدة برضو أضاعها والله عاد أضاعها عاد التمريرة يا أبو نايف ساحرة جدا. يعني شوف 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 النوعية هذه أبو بوجود اللاعبين صناع اللعب هذولي، ترى على فكرة زي ما قلنا تذكر نقولك يشتغل على الحساسات، يشتغلون على الحدس تبعه، على حفظ المكان، على التحرك وين فيه. بس أنت تحرك صح وانتهى موضوعك، تبي تلاقي تمريرة سرعتها مناسبة وفي المكان المناسب، باقي عليك انت بس. يعني زي ما يقولون هالنوعيه تفحص. كاكو لما جاء عند توامبا بصراحه توامبا تعرف انت المعلم الكبير توامبا الموجود اللي عنده اللي جابوا له المفك والمفتاح والاشياء هذول وجيب عرفت، هو كان يحتاج النوعيه هذه. توامبا هو كان يحتاج النوعيه هذه، يعني انا اكبر واحد انزل اروض، خلينا نقول اشجع واحد في الملعب، انا بالسرعات البدنيه عندي انا ماكم علاقه فيها، لو تجمعنا 4-5 خلوكم حولي سنتم بس، الكره اللي تطيح هذه القطوها. لذلك انت لما تشوف كيف توامبا، يعني خلينا نقول اللاعب الرباعيه اللي عند توامبا، عند كواكو، عند كاكو، عند سميحان، عند الجوعي، عند اميسي لما يتقدم، كيف طريقه ساندرو مانويل لما يوقف وراء يسكر حتى الهجمات المرتده، كيف الاظهر ما صاروا يتقدمون، تلاحظ ان فيه تكتيكات هجوميه على اعلى مستوى. تجي لما الرايد تلاقيها اجتهادات فرديه بحته جدا، والنموذج اللي يمثلها الزين. بالله معليش ابو نايف، اعطونا يا شباب شاشه كامله لو سمحت يا مخرجنا. شوف 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 ابو نايف، يعني لا لا يعني شوف شلون، ترى على فكره طلع ساحر الكوره، يعني سميحان تمريره ساحر. انت لو تلاحظ لما 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 ثبتها اللي هو اصل الكوره من وين جت؟ جت من ورا لتوامبا. لما جت لتوامبا على 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 كاكو، ترى سميحان كان برا اللعبه، ما كان يعني ما حد كان يتخيله انه اصلا بيكون فجاه كذا بيصير في المكان هذا. بس في لاعب اسمه كاكو اساسا، اللعبات هذه اللي تدرجت من توامبا الى كاكو هي اللي اعطت فرصه للاخوان، ودائما التعاون كذا، الكره تروح عند توامبا يهديها يروضها له ويصلحها زي ما يقولون يقدمها لهم، عاد يجي المهندس اللي هو كاكو هذا خلاص التخطيط عنده، التخطيط يجي عنده حتى في كره عطاها. طيب ما لها حل فني؟ يعني اذا الطريقه مكشوفه طول الموسم ما حد قادر، ولا المشكله توامبا انت حتى لو عارف الطريقه مو قادر عليه؟ يعني 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 توامبا طبعا شوف في لاعبين في نوعيه توامبا دائما لعبه وظهره خلف الباب، ولما يصير ظهره خلف الباب وفي لاعبين برضو زي توامبا من نوعية اللي حتى ظهره خلف الباب هو عارف وين مكانه فيه، لأن في طريقة أساسا حتى رؤوس الحربة للنوعية هذه ما في داعي يلتفت. أنت في بعض اللاعبين لو تشوفهم الحين تلاقي الكرة بيجي قاعد يلتفت على وراء يشوف الباب وين فيه، بس زي توامبا والنوعية الناضجة هذا لا، يشوف الباب، يشوف باب الفريقة ويعرف وين فيه هو، وحتى لما يتحرك يميل على جهة يدري كاكو وين فيه. انت الحين ما تدري عن هل هو بيعطي كاكو ولا بيعطي هذا، فلذلك صعب جدا. وانت اذا وظفتها بالتوظيف الصحيح ولقيت لاعب زي كاكو فعلا يعني مكمل للقوه العضليه لتوامبا، هو زي المخ الان، هو بس اذا جت كل كوره هو وظيفته بس هو شو يحرك الاطراف الجير، الجوعي من الجوعي. حتى الجوعي انا شفته اليوم بصراحه، احنا نتكلم على نوعيه الجوعي دائما نقولها، في بعض اللاعبين لما تجيه الكوره تحس انه موجود في الملعب، لما الكرة مع المنافس ما تلقاه. الجوعي لا، بدأ الآن أشوفه إذا جت الكرة مع نادي الرايد يبين في الدفاع. أنا لما أتكلم مثلا عن الجوعي أتكلم على لاعب اسمه خالد الغنام، نفس الحكاية، إذا جت الكرة تدري أنه موجود في وسط الملعب، الكرة فاقدها الخص مع المنافس مو موجود، تلاقي تركي العمار، هتان، بهبري، النوعية هذا لازم تطور نفسها عشان تصير خيار أساسي للمدرب. أنا ما أبغى نص لاعب، أنا ما أبغى لاعب بس إذا جت الكرة جت الكاميرا عليه وعطاني الحركتين هذه بس ثم نختفي طول المباراة، لا، عندك واجبات برضه إذا فقدت الكرة. نادي التعاون الآن بطريقة التحرر اللي سواها مايسترو، يعني خلاهم خصوصا في الهجوم خلاهم يبدعون حرية، وميسي هذا الرجل هذا هو اللي يكمل الزيادة ويرجع يغطي ورا مع الأطراف مع سميحان ومع الجوعي خلاص. يعني بصراحة التعاون فعلا
باني مجموعة روح الفريق، مجموعة فريق كامل، هذا اللي يفرق. احنا نقول عن 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 الرائد، الرائد ترى على فكرة طريقة لعبة خلاص يقفل ومرتدات، عنده مجموعة لاعبين ذكي مثلا زي عبد الله المقرن، أتمنى يحافظون عليه لأنه من اللاعبين اللي بارزين في نادي الرائد، ولا أعطاه فرصة في الفترة الثانية. الزين أنا أتوقع أنه مكره فيه أنه يلعب، لأن الزين ممكن يسوي لك أشياء ما حد يتوقعها، والزين ما يدري أنه تعب، يمسك الكورة ويسحب لين يطيح، ما يخلص الكورة في وقت مناسب من رجوله. يعني تعرف النوعية اللي تغط الفريق الثاني وتغط فريقك إذا استلم الكورة بالأنانية، هذا نوعية الزين. بس لو الزين يوصل لمرحلة أنه يعرف متى يفك الكورة من رجوله طلع لاعب مفيد للفريق. هذا بصراحة يعني نادي الرائد الحين، ترى الفكرة نادي الرائد الحين واصل 35 نقطة، الفرق الثانية اللي تحت اللي هو الباطن والوحدة وضمك الحين طبعا نزل، لو فازت في المباريات الجاية كلها تبي توصل 36 وضمك 35، يعني عليه خطر، لا يتوقع أنه بعيد عن الخطر. لذلك يبتعد المدرب عن أفكاره المجنونة، لا يلعب على أنه في خطر الآن، يلعب على أنه لازم يحافظ على مرماه أكثر من كذا. مي بالقضية قضية أني والله بهاجم وبجلس على البنش وبطلع انفعالاتي أني ماني براضي، لا لازم تجد حل. زي ما قلنا احنا التعاون الآن بصراحة جالس يقدم نفسه لمباراة الكاس الجاية، عنده مباراة الكاس الجاية مع 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 الفيصلي، فلذلك فعلا الفوز اليوم وفي ديربي راح تعطيه دفعة معنوية وتقدم للنهائية في الجدول. بالتأكيد هو قادم مع زي ما يقول داخل مع كل الجبهات ما شاء الله عليه، دوري وكاس. عايض مبخوت التعاون والرائد يا شباب يسمعني عايض مبخوت. طيب يعني كذا اول ما جينا نبغى ناخذ راي عايض ظهر ان في ناس في الكنترول ما يحبونك، نبغى نطلع للفاصل ونتفاهم مع الناس ونشوف مين اللي ما يحب عايض مبخوت في الكنترول. فاصل قصير بعده ونعود. ديربي القصيم أصفر والتعاون يصعد للثالث بثنائية نابت وكاكو. الاتحاد يتعادل مع ضمك في المحالة، والوحدة ينعش آمال البقاء بنقاط الفتح. الدوري الأغلى منافسة محتدمة في القمة والقاع. الرابع والعشرين من ديسمبر موعد انطلاق البطولة الخليجية 25. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعي روتانا في المملكة العربية السعودية عبد السويد وعايض مبخوت ضيوف حلقة الليلة. عايض إن شاء الله تسمعني الحين، كيف شفت مباراة التعاون والرائد؟ أنا أسمعك بوجود. طبعا المباراة طبعا من البداية أنت اللي يشوف المباراة ممكن يلاحظ الرغبة الواضحة للتعاون للفوز عكس الرائد. يعني يمكن لما ترجع إلين أول يمكن نص ساعة شاهدنا يمكن فرصتين تقريبا وكانت للتعاون، وطريقة اللعب الأسلوب اللي يلعب فيه التعاون تحديدا مع المايسترو، النقطة أيضا اللي يتكلم فيها أبو نايف. طبعا أبو نايف الأمانة غطى معظم النقاط، يعني أبو نايف يعني أستاذنا طبعا في هالأمور، فغطى كثير من النقاط. ولكن التعاون لما تشوفه مع كارتيرون وتشوفه مع المايسترو، مع كارتيرون كان الفريق منظم أكثر دفاعياً، ما تشوفه حالياً مع المايسترو تجد أن التنظيم الهجومي صار أفضل. فالفريق حالياً أو المطلوب من السيد المايسترو هو موضوع التوازن، هو حالياً عموماً يمشي بطريق جيد الأمانة، متوازن بشكل جميل، أعطى شكل إضافي هجومي تحديداً الإضافة الكبيرة للتعاون اللي أنا أعتبره يمكن صفقة الموسم اللي هو كاكو اللي هو البرغواني لاعب منتخب البرغواي. للأمانة هذا اللاعب يمكن حتى تكلمنا فيه يمكن قبل رمضان بوجود أفضل لاعب حاليا في الدوري السعودي قادم من الخلف للصناعة أو التسجيل،
هو كاكو، ترى نوعية كاكو مش موجودة في النصر، مش موجودة في الهلال، ومش موجودة في الأهلي، الأندية اللي مفروض أنها أندية كبيرة وتنافس. هذا النوع، النوعية من اللاعبين لا تقل أهمية عن رأس الحربة. دائما أنا أقول أن رأس الحربة هو اللاعب الأهم في الفريق، لأنه يسجل أهداف، وعملية تسجيل الأهداف هي العملية الأصعب في كرة القدم. لكن اللي يسويه كاكو أنه يصنع وأنه يسجل كلاعب قادم من الخلف، يمكن أكثر واحد كان يسوي هالأدوار أو أفضل من لاعب في الدوري السعودي هو كارلوس إدواردو في الهلال. حاليا الهلال افتقد إلى هذه النوعية من اللاعبين على سبيل المثال. أيضا الاتحاد مش موجود عندهم. الشباب نوعا ما جوانكا نوعا ما، ولكن كاكو بشكل أفضل وبشكل أعلى كقيمة فنية. أنا أعتقد أيضا وجود الجوعي مستوى جيد، وجود سميحان النابت بشكل جيد، وجود وسط ملعب أميسي ساندرو مانويل، أعتقد فريق جدا ممتاز جدا خطير. أعتقد وضع نفسه إلى اليوم الفريق عنده أمل في المنافسة، بعكس الموسم الماضي اللي كان إلين آخر دقيقة كان الفريق ممكن يهبط لولا هدف سهلاوي اللي في المباراة الأخيرة. يشكر صراحة التعاونيين على إدارة الرئيس، الإدارة، الجميع على العمل الكبير اللي قدموه. أنا أعتقد الفريق إذا أضيف للفريق مهاجم أجنبي على مستوى عالي راح يكون منافس على أي بطولة. التعاون فريق مميز جميل خطير، مش من هالموسم الأمانة، صار له 3 مواسم من فوزه بكأس خادم الحرمين، حاليا أيضا هو متأهل للنهائي. الرائد ما قدم صراحة، يعني لو نرجع آخر 4 مباريات نجد الفريق ما خسر، قدم مباريات جيدة، يمكن فاز في 3 وتعادل 1 قبل مباراة التعاون، ولكن المباراة اليوم أعتقد بعد الهدف اللي سجله سعى الرائد للتسجيل. أما بداية المباراة ما كان الرائد يحيلك أنه ممكن أو عنده رغبة الفوز. أنا أعتقد أن الرائد ممكن يعتقدون أنه أصبح بعيد عن معركة الهبوط، وفعليا 35 نقطة ما تهبط فعليا، ولكن اللي تشوف بالأرقام لا، الفرق يعني مثل ما ذكر أبو نايف إذا يفوز مثل الباطن، يفوز الوحدة أو ضمك، راح يكونون 33 أو 32 إذا فاز ضمك. إذا الموضوع موضوع الرائد لسه يعني في الخطر، لا شك أنه مش بخطورة اللي تحت، ولكن أعتقد التعاون كان ساعي للفوز ولحق بالفوز في هذه المباراة. التعاون تعتقد يعني أنه وجه رسالة للطرف الآخر في النهائي؟ والله التعاون شوفوا بوجود التعاون لو ترجع آخر 10 مباريات رسمية خاضها الفريق ما بين دوري ما بين كاس، الفريق خسر مباراة واحدة بس، فهو موجه الرسالة من زمان صراحة، يعني ما انتظر إلى اليوم أنه يوجهها. صحيح. فريق يمكن قوي للأمانة، منظم، وهو الرسالة ما وجهها للنهائي بل وجهها حتى أنا أعتقد للهلال. يعني الفريق اليوم عنده مباراة القادمة مع الهلال، إذا يفوز راح يكون الفارق نقطتين. صحيح الهلال عنده مباراة أكثر في الدوري، ولكن أيضا واحدة مباراة الهلال أيضا ضد الأهلي، فأيضا هو وضع نفسه أيضا في وضع قد يكون منافس على الدوري. صحيح حظوظه جدا، يعني ما أقول لك يعني جيدة جدا، ولكن بالأرقام الحظوظ موجودة للتعاون، لذلك راح يسعى إلى أبقاء هذه الحظوظ إلى آخر فرصة. الفيصلي ولا التعاون؟ لا التعاون. الفيصلي عندهم مدرب ممتاز شاموسكا، والتعاون في حالة من الاعتقاد أنه بغيابات الفيصلي أنه ممكن تخلي اللاعبين يرتخون شوي، ما تخاف على التعاون من الفيصلي؟ صح. شوف لا شوف مباراة الكاس ممكن تتوقع يعني أي شيء ممكن يحدث فيها تحديدا في الكاس. طبعا الدوري السعودي أصل المنافسة اليوم في الدوري السعودي أصبحت صعبة جدا، يعني لما تشوف المباريات اللي في الجولة أن الهلال يتعادل مع الباطن المهدد بالهبوط، أن الاتحاد يتعادل مع ضمك المهدد بالهبوط، لما الشباب الفريق القوي اللي يفوز على فرق كبيرة يرجع يخسر، إذا ما في فريق ما في شيء سهل أصلا في منافسات السعودية اليوم. الصراحة المباريات أصبحت صعبة جدا، أنا دائما أقولها وعيدها وأكررها، ما يحدث حاليا في الدوري السعودي هو أشبه بدوري إنجليزي. لما قوة المنافسة في الدوري الإنجليزي، أنا أقول إن الدوري السعودي هو دوري إنجليزي في الشرق الأوسط، جدا منافسة قوية مع وجود 7 لاعبين أجانب. الفيصلي لا شك من الفرق الجيدة المنظمة، عنده غيابات ممكن نقطة جدا ممتازة اللي ذكرتها بوجود أنه ممكن تأثر على لاعبي التعاون، أنه ممكن والله في غيابات في الفيصلي المباراة قد تبدو لا شعوري أنها سهلة، ولكن أنا أعتقد أن المباراة نهائية. أعتقد لاعبي التعاون بالإمكانيات اللي يمتلكونها
أعتقد أن الحسم للتعاون مع كل التقدير والاحترام لفريق الفيصلي. خلال يومين راح تطرح التذاكر، يعني يا الله عمره عافية، اللهم لك الحمد، يعني الجمهور بيرجع. صح النسبة معقولة، يعني 30% أو 40%، ما أعرف الأخبار بدقة حول النسبة، لكن الخبر اللي موجود عندي أنه حيطرح على موقع تذاكر السعودية النسبة 30%، فما أعرف النسبة الباقية كيف راح تطرح، هل تطرح لاحقا ولا لا. إيش أهمية عودة الجمهور؟ والله بوجود، قبل كل شيء احنا نقول الحمد لله ان وصلنا لهذه المرحله. يعني احنا في الموسم الماضي في نفس اليوم هذا ما كان حتى برنامج ما كنا نقدر نطلع فيه يعني نتكلم فيه. اليوم الحمد لله احنا نقول اليوم الحمد لله نتكلم عن عوده كره القدم وعوده الجماهير. الحمد لله ان اليوم اللقاحات، يعني خاصه دولنا يعني منطقتنا، وفروا اللقاحات بشكل كبير لجميع المواطنين والمقيمين بشكل مجاني. يعني هذه يعني نعمة القيادة الموجودة عندنا ولله الحمد في منطقتنا. نتمنى طبعا الحمد لله والشكر لله أن الجمهور راح يعود. طبعا كرة القدم يعني هذه متعة الجماهير، ترى اللي يشعر فيها اللاعب أكثر، يعني لما تدخل وفي جمهور متواجد حتى أنت كدافع كأداء فني تطلع شيء أفضل بكثير لما تدخل في ملعب خالي جدا كأنك في تقسيم 11 ضد 11. اللهم ان في انك تدري ان في نقاط فقط تحسب عليك. فالحمد لله لا شك انه راح نتمنى انها تكون عوده. ممكن يلحق هذا التواجد الجماهيري يعطي اضافه في الثلاث الجولات المتبقيه، ممكن يعني يسوي جو. اكيد بوجود. انت اليوم ارجع للاجواء اللي في اخر ثلاث جولات وقارنها في اي جولات انت تبغى من الدوري، صدقني انها راح تكون الفوارق كبيره. اسال الموجودين اللاعبين المدربين الاجواء اللي في الملعب، راح يكون لا شك الموضوع مختلف جدا، وراح تكون انا اتوقع اجواء افضل بمستوى فني افضل باذن الله. ابو نايف، عوده الجمهور. شوف وجود، يعني انت تذكر مصطلح لما يقولون في لاعب تمرين ولاعب مباريات، انه في بعض اللاعبين ما يلعب الا امام الجمهور اذا حس بالدافع الموجود، وفي بعض اللاعبين لا في التمرين يعني يخدعك زي ما يقولون، ولكن اذا نزل الملعب ما تلقى الشخص اللي تتكي عليه، لان الجمهور والصخب اللي قاعد يصير موجود في بعض اللاعبين يعيش التحدي هذا، يعيش التشجيع هذا، وحتى وهو يلعب تلقى اذنه مع المدرج. انا اتذكر في فتره من الفترات الله يذكره بالخير ابو عبد الله حيس الجمعان، فكانوا يقولون له انت ايش تسحب كثير، يعني جت فتره في بدايه عمره في حياته 84، قال أنا إذا سحبت بالأول سمعت صوت الجمهور، ثم سحبت بالثاني وسمعت الصوت على، أبغى أكمل الثالث والرابع خلاص ما أقدر أوقف. تعرفت الفكرة كيف؟ ففي بعض اللاعبين الصوت هذا بالنسبة لهم رسالة بينه وبين اللاعب، يدري أنه زعل، يدري أنه غضب عليه، يدري أنه أبدع، يلاقي على طول النقد أمامه. وفي بعض اللاعبين زي ما قلت لك الدوري هذا يخدم الفرق اللي بدون جمهور، اللي تعيش بدون ضغوطات ممكن يخدمها، وبرضه بعض اللاعبين، وتبي تلاقي لاعبين بدون جمهور كانوا كويسين، ولكن اذا جاء الجمهور لا مو كويسين. انا اعرف لاعبين قسم بالله بوجود الان نجوم، طبعا خلينا نستر عليهم، لعب 10 دقائق وجاء شد عضلي بسبه الاعصاب في وسط المباراه، ما تقدر تشيل رجوله عشان الملعب مصطك. الان تلاقيه مبدع، طبعا الحين تجاوزها طبعا لانه نضج طبعا تقريبا، ولكن الان فعلا اذا جاء الجمهور زي مثلا تلاقي مثلا نادي الهلال، نادي النصر، نادي الاتحاد، النادي الاهلي، يفرق معهم، يفرق كثير. بالعكس اللاعب الان يبي يثبت نفسه، يعني زي ما يقولون خلينا نقول رساله ود بينه وبينكم، يعني زي اللي قاعد جاء لما شخص عزيز عليه ابقدم له انا اللي عندي. وفعلا الأندية اللي بتصارع على الهبوط هذه عندها بتصير عندها إشكالية كبيرة جدا جدا، لذلك الحضور الجماهيري. ولكن هذا برضو يدعونا أن احنا برضو المناشدات اللي ناشد فيها المؤسسات الحكومية وزارة الصحة وكلها بالتباعد الاجتماعي باللقاح، ترى الوضع فيه موجة ثانية، انت تشوف اللي حوالينك. في بعض الناس يحسب أن والله الفيروس ما يجي في العيد، أو أن والله اللي يعني لا يجي ترى في العيد، عرفت، ويضرب لا وبعدين شلون والله خلنا ده قاربنا بس ايه، يعني كانها والله اذا صرت تقرب له ويقرب لك ما يجيكم شيء، عرفت، لا يجي من برا بس.
ولا لا، وتلاقي واحد الله يحييه يلف على 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 البيوت كلها، يجيب لك يدور الزبدة، يدور يدور يدخل عندك ولا، واذا ما سلمت عليه يزعل، عارف. هو ابن الحلال، وش اللي ابن الحلال هذا؟ ما فيها شيء ابن الحلال هذا، معلش هنا في خط احمر. فلذلك احنا لازم برضه خلينا نقول تصير عاده اجتماعيه بيننا الان، صحيح. ان الاشياء هذه نتركها فتره محدده طبعا. حتى ان شاء الله ترجع الحياه الطبيعيه. واللي اخذ اللقاح محظوظ انه صح. عنده فرصه يحضر مباراه. وترى على فكره حتى اذا اللي اخذ اللقاح هذا تجيه وممكن يصير ناقل برضه للناس اللي الكبار اللي عندك في السن. فلذلك نحرص في كل الاحوال بصراحه. صحيح. في الجانب الاخر، اليوم لعبت ولعبت مباراه الاتحاد وضمك، انتهت بالتعادل بين الاتحاد وضمك. الاتحاد سجل التعادل في اخر اللحظات. قروهي اليوم ايضا انقذ الاتحاد من فرصه كانت في نهايه المباراه، انفراد تام لضمك. زي ما قال عايض قبل شوي، ما تعرف انت قبل المباراه من اللي يفوز. صحيح. الاتحاد كان ينافس على الدوري وفرص حصوله على الدوري، ضمك ينافس على الهروب من الهبوط. صحيح. والنتيجة انتهت بالتعادل. متابعة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة. استضاف ضمك نظيره الاتحاد ضمن الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ضمك في أول ظهور له بعد مرور 7 دقائق استطاع أن يهز شباك الاتحاد برأسية المحترف زيلان. يا لها من بداية أيها الروماني، يا لها من بداية يا فارس الجنوب، أنا فارس في الجنوب، أنا فارس في الجنوب. الاتحاد يحاول العودة ودفاع ضمك تنهي خطورة رومارينو، ورودريغز يخفق في تحقيق التعادل. ضمك كاد أن يضيف الهدف الثاني إلا أن الشوط الأول ينتهي بهدف واحد. في الشوط الثاني الاتحاد يبدأ مصراً على تعديل النتيجة، وبيرغوفيتش يخفق في هز الشباك، غاري رودريغز يسدد، ومصطفى يبدع في التصدي. في الجهة المقابلة زيلايا يهدر فرصة ثمينة ويسدد عالياً، ليتمكن رودريغز من معادلة النتيجة للاتحاد قبل 6 دقائق من نهاية اللقاء. الاتحاد يحاصر مرمى ضمك بغية الحصول على 3 نقاط ثمينة. مجرشي يهدر أثمن الفرص في آخر مشاهد اللقاء، إلا أن المباراة تنقضي ونقطة لكلا الفريقين. الاتحاد يصل للنقطة 47 متراجعا للمركز الرابع، فيما بقي ضمك في المركز قبل الأخير 29 نقطة. الاتحاد سيواجه العين في الجولة القادمة، بينما يحل ضمك ضيفا على الباطن. قول ابو عبد الله. وجود المباراه يعني لما تشوف الاتحاد ما تشعر بان في رغبه فريق منافس يعني على الدوري اللي كان اللي يلعب. كان في بطء كثير في الرتم عند فريق الاتحاد. طبعا ما ننسى ان الاتحاد قادم من تعادل مع الباطن في ملعب الاتحاد، واللي هو مهدد في الهبوط. اليوم ضمك مهدد في الهبوط او حتى في مراكز الهبوط حاليا، ومع ذلك يتعادل بشق الأنفس الاتحاد. يعني اليوم التعادل أنا أعتقد أنه ممكن يكون خسارة للفريقين لسبب. خسارة للاتحاد لأنه خسر فقط أن المنافسة، يعني هو ما قدم صراحة شيء كبير اللي يشعرك أنه يبغي يفوز. ضمك خسارة لأنه فعلا قدم منظومة جيدة متوازنة دفاعيا وهجوميا، وكان يستحق الفوز. والدليل أنه راح نشكر قروهي وجميع الاتحاديين الموجودين، الجماهير راح يقول شكرا يا قروهي لأن تصدى الانفراد في الدقائق الأخيرة. لما تشوف الفريق ضمك في المباراة تشعر أنك أمام فريق جدا للأمانة منظم، فريق يعرف كيف يدافع ويعرف كيف يلعب على الهجمات المرتدة. في مقابل الاتحاد، الاتحاد فعليا يمكن لعب 1/4 ساعة و20 دقيقة اللي في آخر المباراة اللي فيها تحسن طفيف، مش تحسن ممتاز. بس لما تشوف يمكن 75 دقيقة تقريبا الفريق يعني جدا بطيء. شوف الكرات اللي تكون عند الدفاع أو الوسط وبكل سهولة يقدمونها اللاعبين ضمك.
يعني ما تشعر ان هؤلاء اللاعبين يمتلكون خبره او ان اللاعبين ينافسون ممكن يكونون في صلب المنافسه في حال فوزهم. ففعلا كان لغز اداء الاتحاد اليوم. الاتحاد مشكلته بوجود، لو ترجع شوف كم مباراه خسر الاتحاد بوجود، الاتحاد خسر 4 مباريات في الدوري كله. طيب لما تشوف المنافسين للاتحاد الهلال والشباب والتعاون، تجد انه خسروا الهلال 5 والشباب 7 والتعاون 7. اذا الاتحاد اقل خساره في الفرق كلها، بس الاتحاد اكثر فريق تعادل في الدوري، 11 تعادل. الاتحاد فقط نقاط كثيره بسبب الاداء وبسبب بعض الـ 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 يعني المباريات اللي كانت لغز كبير. لما تشوف الفريق فيها وكانه ما عنده طموح او كان اللاعبين مضغوطين. يعني انت لما تلعب في ملعبك مع فرق في اخر الجدول او في منتصف الجدول وتكون افضل منك وتطلع متعادل، يعني فعلا شيء محير. الشيء المهم جدا ان الاتحاد نتائجه ايجابيه كلها مع الهلال مع النصر مع الاهلي مع الشباب. اذا الاتحاد مشكلته مع الفرق والوسط واللي تحت، وهذه علامه استفهام كبيره على سيد كاريلي. لان انت كلاعب لما تلعب الهلال يلعب ضد النصر، النصر يلعب ضد الاتحاد، الاتحاد ضد الاهلي، الاتحاد ضد الهلال، هذه مباريات اللاعب من دون ما تعطيه حافز، من دون ما تقول له عندك مكافاه للفوز، هو اصلا راح يقدم افضل ما عنده. اذا انا اضع علامه استفهام على السيد كاريلي في المباريات اللي ما فيها حافز للاعبين، اللي هي مباريات اقل. وين شغلك؟ وين خططك؟ اللاعبين اللي عندك اللي متميزون بالسرعات اللي هم البيشي، العبود، غاري رودريغيز، رومارينو، انا ليش ما اخلق لهم مساحات؟ لان هذه قوتهم في المساحات. لذلك يجب على السيد كاريلي يعرف امكانيات فريقه وكيف يفوز. انت ما راح تفوز الا اذا كانت في مساحات جيده. في نقطه مهمه، الاتحاد صار يستقبل اهداف كثير من كرات ثابته. من مباراه الاتفاق في الدور الثاني اللي خسرها 2-0، الاتحاد اصبحت الكرات الثابته اللي عليه خطيره جدا، وشاهدنا اليوم هدف زلايا. طبعا اللغز الاكبر والمحير والمشكله الاكبر للاتحاد بريغوفيتش بريغوفيتش بريغوفيتش، يعني هذا اللاعب الامانه عاله على الفريق. و يعني يفترض انه من الاساس انت يعني ترجي منه شيء، ما اعتقد تتوقع منه شيء. لا ابو نايف مره تكلم عن بريغوفيتش يقول انه خساره فلوس وخساره مباريات، على الاقل نخليها خساره فلوس وما اللعبه. ابو جود خليني اقول لك نقطه مهمه جدا صراحه على اساس نكون واضحين فيها في موضوع بريغوفيتش. بريغوفيتش الاداره الحاليه اللي فيها الاخ انمار والاخ احمد كعكي، انا اعتقد متورطين في بريغوفيتش. يعني الاداره السابقه لما توقع مع لاعب مش صغير في العمر، وتوقع مع 4 سنوات اذا ما كنت غلطان، وتوقع معه براتب عالي جدا، وخذ كلمه جدا 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 الين ما تبغي، لان الراتب جدا عالي بوجود، يمكن بنص الراتب هذا او اقل من نصه انت تاخذ مهاجم افضل. فلا شك النادي متورط، ما تقدر تشيله مين بياخذه منك؟ انت مطلوب منك سنويا تدفع له 4.6 تقريبا يورو. مش معقول الرقم اللي وقع فيه مع اللاعب هذا. الشخص اللي وقع مع بريغوفيتش يا اخي لازم يسأل عن هذا التوقيع، لان الجماعه انا متاكد ما يعرفون يتصرفون. انت لا تتوقع ان في الصيف الاداره كانوا راضين عن بقاء بريغوفيتش، ولكن مجبر اخاك لا بطل، فبالتالي اصبح بقاء يعني مثل ما قال ابو نايف. يعني الامانه يعني مشكله كبيره يعني وجود بريغوفيتش. كان الله في عون الاتحاديين في المباريات المتبقيه، ولكن نصيحه الكاريلي اعتمد على قوتك وقوتك في السرعات الموجوده عندك في الفريق، حاول كيف توجد مساحات وراح تكسب اي فريق. حروح لفاصل وارجع لك ابو نايف. وبيك بالله وانت تتكلم عن هالمباراه يعني لا تنسى كره البيشي الساحره اللي راحت لرودريغيز. صح رودريغيز اعطاها نهايه خياليه، بس هذا اللاعب حظه قليل عند الاتحادين اللي هو البيشي تحديدا. فاصل قصير بعد هنا.
أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمعي روتانا في المملكة العربية السعودية عبد السوي وعايد مخضي في حلقة تلي أبو نايف الاتحاد وضمك. شوفوا بوجود طبعا أنا أسوي رتويت لكل شيء قاله أبو عبد الله، ما شاء الله أبو عبد الله يعني ألم بكل شيء سواء إداري ولا فني. وخليني أضيف إضافة إلى أكثر من كذا بعد، أنه نادي الاتحاد إشكاليته برضه أنه ما يتحمل إصابات، لأنه ما عنده اللاعب البديل اللي ممكن يضيف على المجموعة. لما أتكلم على هنري كي المولد المالكي اللي نزل غير جاهز وزياد الصحفي، فأثرت كثير جدا فعلا زي ما قال أبو عبد الله. نادي الاتحاد فريق يعتمد على المساحات وعلى الارتداد، لما يقابل فرق تتقوقع وراء أو تقفل دفاع المنطقة وراء وتلعب بسلاح نفس سلاح نادي الاتحاد، يعاني نادي الاتحاد لأنه ما عنده اللاعب اللي يربط الخطوط مع بعض، تدوير الكرة يسار يمين أو الاستحواذ، لا تلاقي لعبهم في الغالب مباشر على طول على المرمى. فلذلك هذه هي الإشكالية اللي عند نادي الاتحاد، واللي ما لها أنا أتوقع مع كاريلي ما لها الحل، عنده الأدوات ولكن أنا ما ودي أظلم كاريلي كثير. يعني القضية مي قضية كاريلي، تراها كاريلي في نفس الجولة هذه كان ترتيبه 11 العام الماضي، الآن وصلك إلى أنك تنافس، مع أن الفريق إلى الآن أنا بالنسبة لي يعني كثر الله خيره اللي وصله للمرحلة هذه. لو عنده الأدوات أكثر ممكن أنا زي ما يقولون أعطيه، خلينا نقول اختبرت فعلا، ولكن جايب لي مجموعة كنت منقذها من الهبوط ووصلتها لك لأن حتى تنافس. ثم تقول لي أنا مثلا أنا يا كاريلي أنا الملام، لا، الأدوات اللي عندك أنا قاعد ألعبها بالطريقة اللي تلعب فيها أنت الآن. يعني زي ما يقولون قروهي هبة من السماء لدى الاتحاد، حجازي نفس الحكاية، كريم الأحمدي بالعمر هذا وشوف شلون قاعد يلعب بالروح نفس الحكاية، ولكن تجي في مناطق معينة رودريغو يسر ما في رودريغو فنان، ولكن واضح اللاعبين هذول يا بوجود ما تعتمد عليهم في المباريات القوية. هذولي هذين لاعبين زي ما يقولون حقين كاميرات، وبريغو نفس الحكاية، ما مو باللاعب اللي فوقت يعني فوقت الضغوطات يبين لك في المباراة ويقدر يشيل لك الفريق. خلوا زي روما يحتاج بعد احد زياده. لما غاب في هذا المولد اي لاعب اساس من نادي الاتحاد يغيب صعب انك تعوضه. العبود كان من اول مقدم مستوى كبير. نجي اليوم حتى المباراه اليوم انا اشوف مباراه مثلا سعود عبد الحميد ما تقدم كثير، خلاه يرجع وراء خوفا من مرتدات، ومع ذلك دخل في هدف من الكرات الثابته اللي يتميز فيها نادي ضمك. هذا يبغاه نادي ضمك. وعلى فكره نادي ضمك اليوم ترى على فكره له ضربه جزاء، وانا اقول وانا حتى قلتها فقد 3 جولات، انا اتمنى حتى الحكام برضه يشدون الحزام شوي، ما تتحمل اخطاء ولا تتحمل هفوات ولا تتحمل اي شيء، ما حد دخل يتحمل احد. لأن انت عارف نظامك اليوم ممكن تعادل اليوم يكلفه ينزل يهبط، مع انه ما يبغى لها شيء، يعني دفعه واضحه ورجع وفي فار، ومع ذلك محسوبه. وامس في مباراه هدف نادي النصر لمرابط هدف ورجعوا للفار. انا ما ادري الكتاب اللي يقرون منه غير كتب القانون اللي عندنا، المنهج غير، انا ما ادري وش يعني. يجتمعون يجي لغرفه الفار واحنا جالسين نقول هذا والله هدف، لان قاعد حصلت في المباراه الثانيه ومباراه العالميه وفي كاس العالم في كذا، ومع ذلك فجاه والله مو بهدف. تستغرب يا اخي، ثم تجي اليوم برضو دفعه مفروض ضربه جزاء، تستغرب في حكام مختلفين عنا او في غرفه الفار في شيء، في يعني مع كتاب القانون مفروض انا اتمنى بصراحه يجيبوا كتاب القانون معهم فصل غرفه الفار، يرجع الكتاب مفتوح افتح الكتاب وشوف اللقطه يا اخي. اما بالثلاث جولات الان هذه وانت الحكم ترك لاعب اساسي من ضمن المجموعه، انا اعتقد انه من ضمن المجموعه مهم جدا اللي قاعد يصير النادي ذا ضمك بصراحه، وكان مضيع عمره مع بن زكري. قبل إقالة ابن زكري 12 نقطة فقط، بعد إقالة ابن زكري 17 نقطة. ومع النقص اللي قاعد يصير، أنت عارف إن اليوم الضمك فاقد فاروق شافعي الهداف الثاني، هو اللي جاب هاتريك، المدافع اللي جاب هاتريك. هذا لو كان فيه بسبب مشاكل في كرة الثابتة. من هدافين نادي ضمك، شوف سنتر جاب 6 أهداف. ومع ذلك شوف ضمك كيف قاعد يقدم بالروح اللي عنده. على العموم نادي الاتحاد انا بالنسبه لي اتمنى من الجمهور واعلام الا يقصون عليه، الفريق لسه ما بعد زي ما يقولوا لم ينضج لتحقيق البطولات اللي بزي النفس الطويل هذه. المجموعه اللي عنده انا اتوقع انها بس لعبت مع بعض في مواقع هبوط، الى الان ما بعد تعودت على المنافسه اكثر من كذا، يحتاج الى خلي زي ما قال ابو عبد الله بريغو هذا اللاعب اللي ما ادري وش وظيفته، رود ابعد عنه، جيب لي لاعب وسط بس لاعب ربط
وبإذن الله نادي الاتحاد يقدر ينافس أكثر أكثر. كرة البيشي، شوف البيشي بصراحة لعب مجموعة، يعني أنت شفت البيشي، أنت لو تتفرج على تحركات البيشي لما يجي يدخل جوا ويأخذ اثنين ثلاثة، هذا اللي أتكلم عنه. لو في لاعب ربط عنده موجود إن كان استفاد الاتحاد من البيشي أكثر من كذا، لأن لو عنده الظهير برضو سعود عبد الحميد يطلع من وراء إذا دخل جوا البيشي برضو يستفيد منه. وشوف لي برضو شوف شلون ترى على فكرة، لا شوف شلون طريقة لعبه باليسار كيف لعبها، اللعبة من تحت. أنا متأكد لو في سلموشن اللي هو ذا جودة عالية تبي تشوف الكرة ترجع لورا، أنا عارف يعني شوف شلون جابها من تحت نزلها. أنا ما أقول الهدف حلاوة من رود، الهدف فعلا إبداع من حظه قليل البيشي في عند المدرج وفي الإعلام بصراحة. والله شوف أنه لاعب في مباريات كثير عبر عن إمكانيات عالية يعني. لا البيشي بس يبغى له أكثر زي ما يقولون، خلينا نقول أكثر خشونة أكثر قوة في اللعب على الكرة. الولد مهاراته عالية، نظرته كويسة، لاعب تكتيكي على أعلى مستوى، ولكن يبغى له خلينا نقول التف اللي عنده كذا، يعني يحسسك بالروح اللي موجودة عنده. مو القضية إنك تسوي فاولات يا البيشي، لا حسسني فوز برضو إنك قوي جدا حتى في الالتحامات في دخلاتك. ولا اللاعب بصراحة لاعب مجموعة على أعلى، ترى في لاعبين موجود لاعب فردي مهارات، وفي لاعب لا لاعب من ضمن المجموعة، لما تحطه من ضمن المجموعة تقع يكملها لك. البيشي من النوعية هذه بصراحة. فاصل قصير بعد ما نعود. أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعي روتانا في المملكة العربية السعودية عبد السويد وعايد مبخوض ضيوف حلقة الليلة. نشوف تقرير مباراة الوحدة والفتح. ضمن منافسات الجولة 27 استضاف الفتح شقيقه نادي الوحدة على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء. الوحدة في أول 10 دقائق ينجح بتسجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب ديمتري الذي سدد كرة قوية سكنت شباك الفتح. جول الله! عبر ركلة ركنية ووسط المنافسة على الكرة ارتطمت الكرة بيد اللاعب ديمتري ليعود حكم المباراة للفار ويحتسبها ركلة جزاء. تقدم لها المهاجم راد باتنا ليضعها في شباك الوحدة، هدف التعادل للفتح. هدف التعادل مراد باتنا يسجل هدف التعادل. مراد باتنا عبر ركلة حرة يمررها لكريستيان كويفا الذي صوبها في شباك الوحدة، هدف التقدم لأصحاب الهدف. دقيقة واحدة كانت كفيلة بتعديل النتيجة للوحدة عن طريق اللاعب أيمن خليف الذي سدد كرة جميلة هز بها شباك الفتح. جار الله! الله يا أيمن يا خليف! كاد فرسان مكة أن يضيف هدف التقدم لولا وجود الدفاع على خط المرمى. في الشوط الثاني حاول الفريقان التسجيل عبر الركلات الثابتة ولكن لم تستغل بالشكل السليم. في آخر مجريات المباراة وعبر ركلة ركنية ارتدت الكرة لحسين العيسى الذي صوب الكرة في مرمى الفتح ليضيف الهدف الثالث للوحدة. هي وحدوية، الوحدة على الفوز ناوي وحداوي في تاريخ أحلى الحكاوي. لتحضر صافرة الحكم معلنة نهاية المباراة بانتصار الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليصل فرسان مكة للنقطة 30 معززين أماله في البقاء، بينما توقف رصيد الفتح عند النقطة 38، وسيقابل الوحدة في الجولة القادمة نادي ضمك، والفتح يستضيف القادسية. ألف مبروك للوحدة، هارد لك للفتح عايض،
كيف شفت المباراة؟ والله بوجود يعني في شبه كثير بين مباراة الفتح والوحدة ومباراة التعاون والرائد من ناحية الرغبة. طبعا أنا أتكلم لأن كان في يعني رغبة واضحة من فريق الوحدة، وطبعا هذه أفضل مباراة للوحدة صراحة من فترة طويلة، وأول مرة من فترة طويلة نقول للوحدة مبروك الفوز. يعني الوحدة قبل المباراة هذه 7 خسائر على التوالي بوجود ما تليق أبدا بفريق الوحدة، لأنها الموسم الماضي في المركز الرابع. ما تخسر 7 مباريات على التوالي لا شك رقم مزعج ورقم كبير، وما نتمناه لفريق عريق فريق جماهيري مثل الوحدة. فاز اليوم لأن فعلا اليوم كان فيه رغبة واضحة عند الوحدة، واضح من بداية المباراة والهدف اللي سجل في بداية المباراة. واللي قابل هالرغبة أنه يبدو أن الفتح والفوز على التعاون في المباراة الأخيرة والوصول للنقطة 38 وبالتالي الابتعاد عن خطر الهبوط أصبح ما في أي دافع، لأن الفتح اليوم ما عنده شيء يخسره، سواء فاز تعادل خسر هو ما راح يطلع من المراكز اللي هو فيها حاليا يعني. فبالتالي ما كانت الرغبة موجودة. الفريق أيضا فيه نقاط مهمة جدا اللي هي اليوم الفريق اعتماد كلي على مراد باتنا، يعني حالة مراد باتنا تحدد حالة الفريق بشكل كبير. فبالتالي مراد دائما الأمان يقدم مستويات جيدة، يعني اليوم سجل هدف وصنع هدف، ولكن مراد باتنا يحتاج إلى رأس حربة جيد، ويحتاج إلى جناح آخر في الطرف اليسار جيد، وبالتالي مع كويفة اللي هو لاعب جيد أنا أشوف اللي هو خلف المهاجم، بالتالي ممكن الفريق هجوميا يصبح فريق جيد، لأن على المستوى الدفاعي أيضا عنده مشاكل الأمانة كثير. وبالتالي الفتح عليه 53 هدف رقم كبير جدا على فريق الفتح، يجب أن في غربلة كبيرة تتم في فريق الفتح إذا ما أراد الفتحويون أنهم يرجعون بفريقهم أو يرجع فريق الفتح اللي كان قبل كم سنة بطل الدوري اللي كان بطل السوبر. إذا أتمنى أن الفتح أو الفتحويين يبدون يشتغلون من الآن للمواسم القادمة على أساس أن الفتح يرجع الفريق اللي يقدم كرة قدم جميلة. الوحدة طبعا أنا لما أشاهد الهدف الثاني اللي سجل على الوحدة أبو جود اللي هو تمريرة باتنا لكويفة، هذه اللقطة يا الشباب بس يعرضونها، بس هدف أعطونا يا شباب هدف الفتح الثاني، ويا ليت يوقفون قبل ما يلعبها مراد باتنا. لما أشوف الهدف هذا أبو جود أنا أعرف ليش الوحدة أضعف خط دفاع في الدوري. ليش؟ يعني ما فيه أي لا راح تشوف اللقطة كيف وراح تعرف إن هذا قبل يا شباب قبل ما تلعب ممكن ولا لا متاح يا ما في نعم قبل ما تلعب من الجنب، بس يا ليت تكون من خلف مراد باتنا، يا ليت لو الشباب يعرضونها، أنا يمكن اللقطة تكون عندي متأخرة فأبغي الهدف الثاني بوجود. بس شوف كيف واقف دفاع الوحدة بكل اللاعبين، يعني من أساسيات كرة القدم بس الدفاعية. أرجع وثبتها شوي، بس ثبت لي هذه بس نعم ثبتها بس أنت ثبت لي إياها بس نواف. يعني لا يمكن بوجود لا يمكن أني أترك لاعب على قوس 18 حتى لو كانت كورنر مش فاول في هالمكان، لا يمكن يترك اللاعب. هذه يعلمونا وإحنا صغار عمرنا 12 13 سنة أن إذا في لاعب واقف على خط 18 أن في واحد يكون معاه، لأن هذا المكان أشبه بركلة الجزاء إذا استلمها بدون أي مضايقة. فأنا لما أشوف اللقطة هذه أوقف مع المدرب ومع اللاعبين مع المدافعين مع الحارس أسألهم يعني هذا السؤال، هل يعقل اللي أنتم تسوونه في هاللقطة؟ يعني الحمد لله أن الفريق فاز اليوم، هذا يمكن أنا أقوله يعني للوحدويين، ولكن هذا الهدف أنا لما أشوفه أقول هذا فعلا أضعف خط دفاع في الدوري، لأن هذا الهدف ما راح تشوفه أصلا كثير ما بهذه الطريقة. يعني كيف انا اشوف لاعب مثل كويفة وعينك فقط على اللاعب اللي يسدد؟ يعني اهم لاعب مزعج، يعني اهم لاعب في 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 هجوم الفتح طالع برا 18 اكيد عنده شيء بيسويه. يعني يا بوجود كويفة لا يقل ترى كثير عن كاكو اللي في التعاون، هذول الاثنين هذه الكرات اذا استلموها في هالمكان 90% هدف اذا في مضايقه، فما بالك اذا كان ما في مضايقه. لذلك أنا فعلاً أستغرب، ولكن عموماً مبروك للوحدة صراحة، رغبة الفوز كانت كبيرة خاصة أنهم سعوا لين آخر الوقت على أساس أنهم يفوزون، ولكن
بهذه الطريقة أيضا أعتقد على السيد دينيس أنه يعمل بشكل كبير على الأمور الدفاعية، لأنه يعني هو في موضع طبعا حرج جدا، ولكن الهدف اليوم يحسب عليك، الهدف قد يكلفك الهبوط للدرجة الأولى. أبو نايف بشكل سريع المباراة، شوفوا بوجود يعني أنا لما أشوف المباراة وأشوف بكاء باخ شوين وأشوف بكاء الإداري وأشوف اللي قاعد يصير هذا، أنا أقول يعني كان ممكن ما تصل للمرحلة هذه بصراحة باللي قاعد يصير. يعني واضح أن الوحدة الصراعات الإدارية اللي خارج النادي أثرت جوا، واضح أن نادي الوحدة برضو عنده إشكالية دفاعية بحتة جدا. لما تتكلم على بوتية وتتكلم على بيدرو هذا كارثة كبيرة، رأس الحرب السنتر اللي عندهم في أكثر من مباراة ترى على فكرة محيط وراء. لما تتكلم برضو على الحافظ الليحية، يعني الشيء بصراحة في بعض المرات كأفراد تستغرب مثلا السنتر العام الماضي اللي راح مع الباطن شافيز أعتقد، يعني كان مقدم وثنائي مع بوتية يعني بشكل جميل جدا. فلذلك في بعض المرات أنت كأفراد إشكالية عندنا نادي الوحدة الآن، فعلا الوحدة اللي وصل لآسيا الآن قاعد يصارع في الهبوط، والله بصراحة يعني مخجلة للوضع الإداري اللي قاعد يصير. والمشكلة الوحدة هو الآن ما يتكلمون عن الفريق جوا، قاعد يتكلمون عن الأخطاء. أنا أتمنى بس يتكلمون كيف يطلعون فريقهم في ثلاث مباريات وبعدين يتفهمون، صعبة جدا، وبعدين عاد كل واحد يشوف وضعه. يعني فاصل قصير بعد هنا. أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعي روتانا في أنف المملكة العربية السعودية عبدالي السويد، وأيضا خوض ضيوف حلقة الليلة. شوف تقريع مباراة أو عن حال الشباب بعد مباراة الأمس. غريبة هي كرة القدم وعجيبة هي أحوالها، سماها عشاقها بالمجنونة فطبقت ذلك على أرض الواقع بحذافيره. فما يحدث في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هو ضرب من الغرابة واللامعقول. فريق الشباب الذي كان متصدرا لجدول الترتيب بعد نهاية الجولة 18 ب38 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الأهلي الثاني ونقاط 5 عن الهلال الثالث، أصبح الآن في وضع صعب وتراجعت نتائجه حتى فقد صدارته وتعرض لهبوط غريب في المستويات. في نهاية القسم الأول كان يملك 29 نقطة في المرتبة الثانية، بعد ذلك بدأ الدور الثاني وحقق 3 انتصارات متتالية كان ضحيتها فريق أبها ب3 أهداف لـ2، ثم الرائد الذي تلقت شباكه 4 أهداف شبابية مقابل هدف وحيد، لتأتي الرباعية النظيفة في الشباك النصراوية التي جعلت الليوث يتصدرون بفارق جيد عن الأهلي والهلال. لكن ما حدث للفريق جعل عشاقه يضعون أيديهم على قلوبهم، فخسارة الفتح في الرياض دقت ناقوس الخطر، لكن انتصارين متتاليين على الأهلي بالـ3 ثم على ضمك بـ2 جعلت العيون تغض الطرف عن التعثر أمام الفتح. لتأتي مباراة القادسية وتعثر بالتعادل الإيجابي بهدف جعل الفريق متصدرا بفارق 3 نقاط عن مطارده المباشر الهلال. الأوضاع الشبابية بدأت في التعقيد خصوصا بعد خسارتين متتاليتين أمام الاتحاد في جدة بـ2، ثم أمام التعاون في الرياض بـ3 أهداف لـ1، ليمكن ملاحقه الهلال من التساوي معه فيما بعد بعدد النقاط بـ48 لكل فريق. مواجهة الفريقين في الجولة 26 أظهرت الشباب وكأنه صيد سهل عندما خسر بـ5 أهداف لـ1 وخسر المنافسة على الصدارة، لتليها الخسارة أمام الاتفاق بـ4 أهداف لـ3 لتجهز على الأمال الشبابية تقريبا، وقد يتراجع معها الفريق لمركز غير متوقع. بعد كل ذلك لابد أن نتساءل، هل ساهم الغياب الإداري خلال الشهرين الماضيين فيما حدث للفريق، أم أن إمكانيات الإسباني كارلوس إرنانديز أقل من الفريق؟ وكذلك هل عدم وجود البديل الجاهز واعتماد الفريق على 11 لاعبا في أغلب اللقاءات ساهم في هذا التراجع؟ كل هذه الأسئلة باتت مطروحة للنقاش،
فهل يعيد الشبابيون ترتيب أوراقهم وإنهاء الموسم بوضع أفضل؟ عايض، أضفتها معك هذا الموضوع كذا بشكل سريع، آخر مباراتين للشباب المنافس على لقب الدوري 9 أهداف، يعني هذا يعطيك يعني إشارة عن ماذا؟ شوف وجود، خلنا من آخر مباراتين خلنا نشوف المجمل أيضا بشكل عام ونقارن بين الشباب ومنافسين فريق الشباب. الشباب مثل عليه 41 هدف، وتروح تشوف الهلال الاتحاد التعاون اللي هم منافسين الشباب تجدهم 27 21 27 تقريبا اللي عليهم، ما في أحد يتجاوز 30 هدف. شوف الفارق الكبير بين الفريقين بين أو بين الأربع فرق، الشباب مستقبل 41 هدف، رقم جدا كبير بوجود على الفريق اللي في المركز الثاني جدا كبير. لذلك المشكلة مش في آخر مباراتين، الشباب فعلا عنده مشكلة في الدفاع، عنده مشكلة في بعض المباريات أيضا في حراسة المرمى، ولكن في مشكلة رئيسية في المباريات الأخيرة. يعني من آخر 5 مباريات الفريق خسر 4 مباريات بوجود، مباراتين منها كانت كفيلة بصدارة الدوري. لما تشوف ال4 مباريات تجدها أمام المنافسين، لعب أمام منافسين اللي هم التعاون والاتحاد والهلال، خسر من منافسينه كلهم. إذن هذه يعني مشكلة كبيرة، لما أنت ما تخسر 3 نقاط، أنت تعطي منافسك أيضا 3 نقاط، فهذه المشكلة الكبيرة في الاتحاد، عنده مشكلة في الدفاع، التشابه في الأدوار، في بطء كبير في كثير من اللاعبين، عملية البيلد أب أو الصناعة اللي من الخلف ما يجدونها الأمانة بشكل كبير بعض اللاعبين، التحولات اللي على الفريق الدفاعية مش جيد فيها الفريق. أنا أعتقد أن الشباب كان محظوظ جدا بفترة من الفترات بحالة جوانكا وحالة سيبا، لأن بقية اللاعبين مارتينيز في وضع تقريبا ثابت، بانيجا في وضع خلنا نقول أيضا ثابت، انداي في وسط ملعب في خط في مستوى، ولكن صعود مستوى جوانكا وصعود مستوى سيبا كان أعطى الفريق دفعة كبيرة. لذلك جوانكا غيابه على الاتفاق أنا بالنسبة لي كان أهم من بانيجا حتى، لأن الفريق كان يوصل ويصنع، كان بحاجة اللاعب اللي قادم من الخلف ويسجل اللي هو جوانكا. جوانكا ما كان موجود في المباراة، سيبا ما كان جيد في مباراة الاتفاق. أنا أعتقد أن الشباب بهذه الحالة كأنه يعني مثل اللي تعطيه عيدية ويرفضها، يعني شفت كيف؟ وأيضا قيس عليهم حتى الاتحاد، يعني ولو تبغي حتى الهلال، كل المتصدرين كأنك تقول يا ولد الحلال تصدر، يقول لا أنا ما أبغي أتصدر، خلي غيري يأخذ الضغوط أو شيء، هم كلهم. ولكن الشباب فعلا مشكلة الدفاعية اللي تكلم فيها مش آخر 3 جولات، مشكلة الشباب الدفاعية من بداية الدوري بوجود. أبو نايف، شوفوا بوجود، يعني أنت زي ما قال أبو عبد الله، أنت ما فيك أنت أنك تحطها على نقطة واحدة. إحنا لازم نشوف هل الشباب أساسا في الأصل كان فعلا فريق جاهز يحقق بطولة باللاعبين الموجودين عنده أو لا؟ هي الظروف هي اللي خلت الشباب فجأة تلاقيه في المركز الأول، الظروف اللي قاعدة تصير في الفرق كلها، يعني النصر ما هو النصر، الأهلي في فترات إلى الآن ما هو الأهلي، الهلال برضه ما هو الأهلي، الشباب داخل ولا كان يتخيل أن الوضع بيصير زي كذا، فلقى نفسه في المركز الأول. ولكن للأسف لما وجد نفسه في المركز الأول لم يتعامل تعامل الأمثل، ما استمر زي ما بدأ في بداية الموسم. بصراحة ما فيك أنت أنك تتكلم على الشباب ولا تتكلم على التعامل الإداري اللي عندهم، لأنه من بعد التعامل الإداري تبعهم الاتحاد الشباب صار في الدروب. فلذلك لازم تحط عنصر أن من بعد في الجولة 18 من بعد مباراة النصر، أن تتخيل أن الشباب حصل 10 نقاط من 27 نقطة، اللي بينافس على الدوري حصل 10 نقاط فقط، تجي على الهلال حصل 19 إلى آخر جولة، من 18 إلى آخر جولة، تجي على الاتحاد 17، تجي على التعاون اللي جاي من وراء حصل 22 نقطة، أفضل فريق التعاون، بعد يجي الهلال، بعد الاتحاد، بعد حنخلي نتكلم عن منافسين الآن، الشباب 10 نقاط فقط.
نجي العشر نقاط فقط هذه. طيب وش ضمن أسبابها؟ طبعا في البداية اختيار الجهاز الفني اللي أنت في نص الموسم بدلته وجبته مدرب شباب نادي، هذا واحد من الأسباب. الشيء الآخر أنا أقول لك من ضمن الأسباب صفقة عبد الله الحمدان في نص الموسم، لأنك أنت فزت على تقريبا بعد الجولة 18 اللاعب اللي غاب عندك في مباراة الاتحاد، غاب في التعاون برضه خسرته لو يقالوا مباراة الاتحاد وخسرت، وفي مباراة التعاون وخسرت، ورجع لك في مباراة الباطن وفزت واستمريت. خسرت بانيقا بنفس الحكاية برضه، بانيقا لما خرج في مباراة الهلال الإشكالية اللي عنده أنه خرج المدرب واللاعب، فهذه هي إشكالية نادي الشباب. المشكلة لو أنه مشى بنفس استراتيجية الهدوء ولا أقحم نفسه أنه يصير في خلينا نقول حطب النار مشتعلة بين الأندية كلها الجماهيرية هذه اللي قاعدة تصير، ولا صار طرف ويعتقد أنه بالأسلوب هذا ممكن أنه يواصل، أنا أتوقع يوصل أكثر وبهدوء أكثر. إضافة إلى ذلك أنت تلاحظ حتى لاعبين نادي الشباب صراحة تصريح عبد الله الزوري يعطيك الإيحاء أن المباراة حقت مباراة ما كان لها أهمية عندهم، ما كان في الشحن، يمكن الشحن صار في آخر شيء استعداد لما يجي الزوري يقول أنا والله ما عليه كلام يعني كان حاس بالهزيمة في الأصل عبد الله الزوري، وعبد الله الزوري في وسط المباراة تم إخراجه، عبد الله الزوري في المباراة اللي بعدها تم إخراجه في نفس الحكاية، يعني خلينا نقول مكرهين لا أبطال في لعب عبد الله الزوري خصوصا بعد المباراة هذه. وش اللي قاعد يحصل في الشباب؟ هذولي لا الشبابيين هم اللي يعرفون وش اللي قاعد يحصل في نادي الشباب. نادي الشباب ممكن تبني عليهم فريق من اللاعبين صغار، ولكن بالاسلوب هذا بصراحه انا ما اتوقع ان الشباب يبعد، انا اتوقع الموسم هذا الفريق هذا راح يتفكك، واتمنى يبنون على بانيقا وعلى جوانكا وعلى ايجالو، فريق فعلا من خلينا نقول من الدرجات السنيه، مو فريق شراء لاعبين ترميم فقط في اذا وصلوا زي ما يقولون ينصدمون بالمنافسه بصراحه. بنايف شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك أبو عايد، شكرا جزيلا لك. موعدنا غدا 11:30 في أمان. تعتزم وزارة الرياضة طرح تذاكر الجولة المقبلة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عبر الموقع الإلكتروني تذاكر السعودية خلال اليومين المقبلين، بعدد تذاكر يصل إلى 30% من سعة الملعب، بحيث يتحصل المشجع على تذكرة المباراة إلكترونيا مرقمة برقم المقعد أو البلوك باختلاف الملاعب، على أن تحدد الأندية المستضيفة أسعار التذاكر. كشفت مصادر صحفية عن اختيار الحكم البولندي سيمون مارسينياك لقيادة مباراة الهلال والأهلي التي تلعب الأربعاء المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد ضمن الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويساعده مواطناه توماس وبافل، وهو ذات الطاقم الذي أدار مباراة الاتفاق والشباب التي جرت بالأمس لحساب الجولة 27. يجهز الإسباني كاميريرو المعد البدني في نادي النصر مختار علي وعبد المجيد الصليهم لاعبي فريق النصر الأول لكرة القدم استعداداً لمشاركتهما في مباراة الرائد المقبلة على ملعب مرسول باك ضمن منافسات الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. يذكر أن الإسباني قد طلب من البرازيلي مينيز مدرب الفريق عدم الاستعانة بخدماتهما في مواجهة العين التي كسبها النادي العاصمي بهدفين دون مقابل دورياً في الباحة. اتفقت إدارة نادي الاتحاد مع الصربي ألكسندر بيزيتش مهاجم فريقها الأول لكرة القدم السابق على جدولة مستحقاته السابقة البالغة مليوني ريال بعد الاتفاق الذي تم بين الطرفين، حتى يحافظ الاتحاد على عدم صدور أي عقوبة في حقه من قبل فيفا، وذلك بسبب الشكوى الرسمية التي تقدم بها اللاعب للاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب عدم تسلمه لمستحقاته المالية. أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت على محمد العويس حارس مرمى فريق الأهلي الأول لكرة القدم سلامة مفصل اليد الذي كان يعاني منه، على أن يشارك في تدريبات فريقه الأسبوع الجاري تحضيرا للمباراة القادمة، وليتمكن من العودة أساسيا أمام الهلال في الجولة المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
أعلن المكتب التنفيذي في الاتحاد الخليجي لكرة القدم عن تشكيل لجنة تنظيمية عليا للبطولة الخليجية 25 التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية، وسيرأس اللجنة عدنان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي. وأعلن المكتب عن إجراء البطولة الخليجية في 14 من ديسمبر المقبل بعد نهاية بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر في الشهر ذاته بأسبوع واحد.